باسم غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حاليا في قاعدة عقبة بالنافع الجوية قاعدة الوطية. نحب نطمن أهلنا، ونحب أولا تحية لسيد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، ورئيس أركان العامة وسيد رئيس أركان القوات الجوية، ونقول لهم نحن متواجدين في قاعدة عقبة قاعدة الوطية، القاعدة اللي كانت هي السبب الرئيسي في عدم تشظي ليبيا ووحدتها، القاعدة الموجودة وجميع الأطقم فيها طائراتها موجودة وتنفذ في طلعات ليلية ونهارية على محاور القتال. وأيضا من خلال هاللقطات هذه نحب نطمن أهلنا في طرابلس أن بإذن الله خلاص عاصمتنا طرابلس بإذن الله قريب جدا، ونقوله في فترة بإذن الله حتكون قريبة، ما فيش حاجة بعيدة عن القوات الجوية، نستطيع نصل إلى أي حتى اللي يرى في نفسه أن من لا يمكن حد يضربه نحن نضربوه إذا كان هو سبب قلق للقوات المسلحة أو للشعب الليبي. وشفتم في الأيام الماضية كيف نحن وجهنا ضربات 9 ضربات في أماكنهن ومحددات، كانت ضربات قوية. أيضا في طرابلس نحن ليل نهار نتابع في الميليشيات، لأن هي مش منظمة، ما هيش قادرة على القتال لأن ما عندهمش التقنية والتكتيك العسكري اللي قاتلوا به الناس، هكي فزعين للفلوس وخلاص، لكن نحن بعكسهم، نحن فزعين للوطن، نحن عندنا قيادة، نحن عندنا هيئة قيادة، نحن عندنا قائد عام، نحن نتبع الحكومة الشرعية اللي هي منبثقة عن البرلمان اللي هي انتخبها الشعب الليبي.